بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أرحب معالي الوزير موافرو في أول زيارة له لجمهورية مصر العربية والوفد المرافق. تشرف معالي الوزير صباح اليوم بلقاء السيد الرئيس، وعقدنا منذ قليل اجتماع منفرد فيما بيننا، كما عقدنا مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين. زيارة تأتي في إطار الحرص البلدين على استعادة زخم العلاقات القائمة بينهما. وتأتي هذه الزيارة هي أول زيارة لوزير خارجية إيطاليا إلى مصر منذ 2015. واجهت العلاقات الثنائية بين البلدين تحدي، ونعمل بكل جهد على تجاوز هذا الأمر والسير قدما في تدعيم العلاقات الثنائية في شتى مجالاتها. بالتأكيد أنه إيطاليا تتبوأ مركز هام في إطار علاقتها الاقتصادية مع مصر، وأيضا في العلاقة المتوسطية فيما بين البلدين والتحديات التي تواجه البلدين، سواء فيما يتعلق بالتنامي ظاهرة الإرهاب أو عدم الاستقرار أو قضية الهجرة غير الشرعية، كلها تحتم مزيد من التعاون والتواصل والتنسيق فيما بيننا. وقد استمحت من معالي الوزير اليوم لوجود إرادة متوافقة مع الإرادة المصرية للسير قدما في العمل المشترك، وهذا ما رحبت به. وتم خلال مباحثاتنا تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تدعمها في الشق الاقتصادي خاصة، وتم الاتفاق على إيجاد فرص جديدة لزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر، في زيادة الصادرات المصرية إلى إيطاليا، في استئناف عمل مجلس رجال الأعمال، والدفع بدعم جهود مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي لما يؤدي إليه من استقرار مصر وقدرتها على أن تكون شريك فعال مع الاتحاد الأوروبي ومع إيطاليا. تحدثنا بالتأكيد بشكل مسهب فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا والأهمية السير قدما وفقا لخطة المبعوث الأممي للتوصل إلى حلول ليبية تعيد استقرار ليبيا، تحافظ على وحدة أراضيها، تقضي تماما على مخاطر الإرهاب، وتمكن المؤسسات الليبية من الاطلاع بمسؤولياتها إزاء الشعب الليبي وإزاء تحقيق الاستقرار وحماية وحدة الأراضي الليبية. تحدثنا أيضا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأسس الحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية، حل الدولتين، إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67، وأن تكون القدس عاصمة لها. وجدنا في حديثنا فيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية تطابق في وجهات النظر حول أهمية التعامل بشمولية مع هذه القضية، سواء في دول المصدرة أو العابرة أو المستقبلة للهجرة وفقا للأطر القانونية الدولية، وما تطلع به مصر من جهود سواء كدولة تستقبل عدد وفير من المهاجرين أو كدولة عابرة. الجهود التي بذلتها مصر واللي أدت إلى توقف أي نفاذ من خلال المتوسط من السواحل المصرية
لم تحدث مثل هذا الاختراق منذ سبتمبر 2016. هو بفضل جهد كبير تطلع به مصر في هذا الصدد في إطار مراقبة شواطئها، في إطار الجهود التي تبذلها قواتها المسلحة. وجدت تقبل لدي الوزير لضرورة توفير الدعم لمصر للاستمرار في الاطلاع بهذا الدور، سواء في الخدمات والأعباء التي تقع على مصر من استقبال أعداد من المهاجرين، وأيضا في حماية الشواطئ المصرية من هذه الظاهرة، وأيضا التعامل مع قضايا الجريمة المنظمة التي تستغل الاتجار في البشر، وأيضا الاتجار في الممنوعات مخدرات وغير ذلك من الدعم للجهود الإرهابية. نتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق بين البلدين على رصيد التاريخ الطويل الذي يجمعهما والروابط بين الشعبين، التواجد جالية من أصل إيطالي كبيرة في مصر ساهمت في مختلف أوجه الحياة الاجتماعية في مصر، وجود الآن عدد وفير من المهاجرين الشرعيين في إيطاليا واندماجهم في المجتمع الإيطالي وإسهامهم في مجالات الحياة كثيرة في إيطاليا، كلها بتؤكد الروابط التاريخية اللي بتجمع بين البلدين والشعبين والاستعداد لاستمرار العمل الوثيق فيما بين البلدين لتحقيق مصالح مشتركة وأيضا التعامل مع التحديات المختلفة. مرحب بمعالي الوزير ويتفضل. شكرا جزيلا. إنه لشرف عظيم لي أن أتي إلى القاهرة أو مصر في هذه الزيارة، وتأتي هذه الزيارة بعد غياب لمدة طويلة أو لبضعة سنوات. جميع النقاط التي ناقشناها سويا كانت في غاية الأهمية، ولهذا كانت تستحق هذه الزيارة، ولهذا من المهم أن نعقد هذا اللقاء. لقد ناقشنا العديد من القضايا بما في ذلك التعاون على المستوى الثقافي، وبالطبع تحدثنا عن التحديات أقابعة، فإن الثقافة تعمل على الربط بين الشعبين والدولتين، وهناك روابط تاريخية طويلة على المستوى الثقافي، ولنا كثير من العناصر المشتركة، فنحن دولتين في البحر المتوسط، وهناك ذكريات طويلة، ذكريات تاريخية في هذا الإطار، وعلينا نتذكر أهمية التعاون والتعاون على المستوى الثقافي الآن، وهو أحد العناصر الرئيسية اللي نفهم بعضنا البعض بصورة أكبر، وأن ندع من أواصر التعاون ليس فقط المجال الثقافي ولكن في المجالات الأخرى أيضا. أما في المجالات الأخرى فقد تحدثنا عن موضوع الهجرة والتدفقات، وهي مسألة بالطبع قابعة في منطقة البحر المتوسط، وهي تمس الدولتين مصر وإيطاليا، ونعتقد بأن جهودنا المشتركة كدولتين نواجه هذه المشكلة مسألة محورية ورئيسية وهامة. علينا أن نتخذ خطوات مشتركة لتنمية دول المصدر حتى يعم السلام هناك، وحتى لا يهرب المهاجرين من مناطق النزاع والحروب هناك. Both our country are well positioned to have a say in إن لمصر وإيطاليا بالطبع موقع واضح ولها كلمة في هذا الإطار. إن تجربة مصر تجربة رائعة
على مستوى التعامل مع مشكلة المهاجرين، وهذه التجربة توضح أن يمكننا التعاون في هذا المجال، وهناك كثير من الدروس المستفادة من التجربة في هذا المجال. وأهم هذه العناصر التي نتعماها هو أننا علينا أن نستقبل ونرحب بهؤلاء المهاجرين من منظور التعاضد، ولكن علينا بالطبع أن نبذل قصارى جهدنا لتحسين الظروف في دول المصدر لهؤلاء المهاجرين حتى تعودوا لأوضاعها الطبيعية، وأن يعم السلام، ونقوم بأيضا مساعدة على استتباب الأمن في هذه الدول إن كانت هناك حاجة لذلك. إن التعامل مع تدفقات الهجرة تعني أيضا ضمنيا بأننا علينا أن ندير عملية الهجرة الغير الشرعية، وأن يكون هناك مزيد من التعاون بين مصر وإيطاليا في هذا المجال، وهي مسألة رئيسية. فإن كثير من هذه التدفقات تمر بالبحر المتوسط، وهي البحر الذي يربط بين الساحل الأفريقي والساحل الأوروبي في الجنوب والشمال. إن وجود أواصر تعاون تتسم بالفعالية والكفاءة بين الدول على جانبي البحر المتوسط مسألة في غاية الأهمية لحل هذه المشكلة، لأن البحر المتوسط يشمل جميع هذه الدول. تحدثنا أيضا عن قضايا أخرى كما تفضل معالي وزير الخارجية المصري، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، لأن هذه ظاهرة تؤثر على كثير من الدول في إننا بحاجة إلى تأمين شعوبنا ضد الإرهاب، لأنها ظاهرة دامت لسنوات طويلة، وعلينا نجد حلا للظروف الصعبة القابعة، وأن نكافح الإرهاب سويا حتى نستطيع تأمين شعوبنا. وهذا التحدي هو تحدي مشترك لدولتين، أي لمصر وإيطاليا، وهو أيضا تحدي مشترك لجميع الدول التي تطل على البحر المتوسط. إننا بحاجة مس لقيام ذلك، وهو واجب علينا أن نطلع به تجاه شعوبنا وبلداننا. مصر وإيطاليا يتفقان على مشاركة في مسؤولية أخرى، وهي تتعلق بالجزء الخاص بالمسؤولية السياسية الجغرافية نحو ليبيا، وقد اتفقنا على جميع النقاط المتعلقة بالوضع الحالي في ليبيا، ونتطلع إلى سلامة الأراضي الليبية واستتباب الأمن والسلام هناك، وأيضا رفاهة العيش هناك للشعب الليبي، وأن يستطيعوا عقد انتخابات يستطيعوا من خلالها المشاركة بطريقة تسمح بوجود نتائج إيجابية من ذلك، وأن يكون لديهم إمكانية أن يمسكوا بمقاليد الأمور في البلاد وبلادهم. وبالطبع إيطاليا لديها اتصالات قوية حول الوضع في ليبيا، والمصلحة والهدف من ذلك هو عودة الاستقرار في ليبيا وضمان سلامة أراضيها كدولة. تحدثنا عن بعض التفاصيل وبعض الآراء حول الجانب الاقتصادي، وعني بذلك الفرص الاقتصادية المتاحة للاستثمار، وأيضا الأنشطة الصناعية والتجارة والصادرات من الجانبين إلى الدولتين.
وهذا يؤكد بأن الدولتين ومن خلال تاريخها الطويل من العلاقات وحتى التاريخ الحديث هذا يشير إلى أواصر تعاون قوية بين الدولتين على مدار التاريخ وبالطبع نثني على هذا النوع من التعاون المثمر والمشترك ولهذا تحدثنا أيضا عن المشكلة أو الأزمة الخاصة بريجيني هنا في مصر وأسعدني أن أستمع من معالي الوزير المصري وزير الخارجية المصري عن إرادة قوية من جانب الحكومة المصرية للخروج بنتائج ملموسة من خلال التحقيقات القضائية وهذا هو الهدف بالطبع من أي عدالة في العالم ونحن نثمن التعاون الممتاز الذي شهدنا بين القضاء في الدولتين ونحن على ثقة أن العدالة ستخرج إلى النور حول هذه القضية المؤلمة. شكرا. ميكروفون. رودولفو كالو. رودولفو كالاف من وكالة الإيطالية كما فهمت من معاليكم تحدثتما عن الدور المصري في الأزمة الليبية لأن مصر بالطبع لها دور كبير في ليبيا وفي ضوء المؤتمر القادم حول إيطاليا والذي ستستضيفه إيطاليا في سبتمبر ربما القادم ما هي التطورات في ضوء هذا المؤتمر؟ بالتأكيد أن بحثنا الأوضاع في ليبيا كانت شاملة لكافة الجهود المبذولة سواء من قبل المبعوث الأممي أو في إطار التنسيق فيما بين دول المنطقة مصر والجزائر وتونس وأيضا دور مجموعة دول جوار ليبيا والاستعداد لاستمرار الحوار والتعاون على المستوى الثنائي أيضا ودور مصر في ليبيا هو دور داعم لاتفاق المسار السياسي للإطار الأممي وجهود المبعوث الأممي والاستمرار الحوار مع كافة الأطياف السياسية في ليبيا للوصول إلى حل ليبي دور مصر في المباحثات الجارية لتوحيد الجيش الليبي يطلع بمسؤوليته في القضاء على الإرهاب وأيضا الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية مصر تبذل جهد لاستئناف مؤسسات الدولة الليبية لصلاحياتها وقدرتها على توفير الاستقرار توفير الأمن قضاء على الإرهاب توفير الخدمات وتعمل من خلال الحوار الذي رعته بين الأطراف السياسية في القاهرة دعما للمسار السياسي بأن تتعدى ليبيا مراحل عدم الاستقرار الحالية أن تذهب إلى انتخابات تدعم شرعية مؤسسات الدولة وأجهزة الحكم والخروج من هذه الأزمة التي عانى منها الشعب الليبي على مدى السنوات الماضية وفيما يتعلق إذا أذن لي معالي الوزير فيما يتعلق بالأفكار الخاصة بالاجتماع الذي قد تستضيفه إيطاليا مصر تدعم كل الجهود التي من شأنها أن تعزز استقرار تعزز من وصول الليبيين إلى حلول فيما بينهم للقضايا المطروحة وتستمر في تعزيز هذه الجهود والتنسيق
مع شركائها على مستوى الثنائي أو في إطار علاقتها بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الأطراف الفاعلة لتحقيق هذا الغرض. شكرا جزيلا. أضيف إلى ما تفضل به معالي وزير الخارجية المصري وأقول بأن المنهج المتبع من قبل إيطاليا في ليبيا هو أن نحاول أن نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أفضل حل ممكن للشعب الليبي. وكما قلت من قبل، هذا بالطبع ينبغي أن يحافظ على سلامة الأراضي الليبية وتوحيد مؤسساتها وتوفير الأمن والسلام للشعب الليبي. وتحدثنا عن جميع هذه النقاط واتفقنا عليه أثناء محادثاتنا، والهدف من ذلك هو تيسير هذه العملية وتيسير الخطوات نحو تحقيق الهدف الأكبر من ذلك. ونحو تحقيق هذا الهدف، من المتوقع أن تعقد إيطاليا مؤتمرا حول هذا الموضوع في الخريف القادم. لا يوجد موعد محدد، لذلك قد يكون في أواخر فصل الخريف. سيحدث هذا بعد فصل الصيف بشكل أو بآخر. والهدف من إجراء هذا المؤتمر أو المنظور من عقده هو عقد اتصالات ومحادثات مباشرة مع الأطراف في ليبيا لتحقيق مصلحة ليبيا ولإيطاليا مصالح في ليبيا. المهم بالنسبة لنا في هذا الإطار هو تحقيق الهدف الأكبر، والهدف الأكبر في ذلك ينبغي أن يصب في مصلحة الشعب الليبي. المسألة ليست بالضرورة تتعلق بسرعة الخطوات والعملية هناك، بالطبع مع الأخذ في الاعتبار الوضع هناك، السرعة مهمة، ولكن علينا أن نضمن وجود نتائج مثمرة وأن تكون هذه النتائج هي أفضل هذه النتائج، ونفهم معنى ذلك. وحتى لا يكون هناك عدم فهم، لذلك أعني بذلك وحدة الأراضي الليبية، الأمن والسلام، ووحدة المؤسسات الليبية. هذا ما أعنيه بأفضل حل، ونسب هذا في مصلحة الشعب الليبي. هذا هو المسار الذي نتبعه لعقد هذا المؤتمر، ونقوم باتصالات مكثفة مع جميع الدول والأطراف المعنية بذلك. سؤالي لمعالي الوزير إنزو، معالي وزير الخارجية الإيطالي، بعد المؤتمر الأخير في فرنسا بشأن الوضع في ليبيا، العديد من التقارير الصحفية اليوم وأيضا مراقبين دوليين يصرحون بأن الموقف الإيطالي إزاء الانتخابات المزمع عقدها في ليبيا هو بسبب خوف إيطاليا من خسارة حليفها في طرابلس السارة. فما هو ردكم على هذه التقارير وهذه التصريحات؟ شكرا. What do you, how do you reply to those? Well, we stand after the election in the sense that we consider. موقفنا من الانتخابات هو كالتالي: إن الانتخابات هي نقطة تحول في ليبيا، وينبغي أن تتم هذه الانتخابات بعد الانتهاء من الإطار العام، عندما يكون جاهزا لذلك. مثلا كان هناك تصويت في برلمان في تبرق الأسبوع الماضي مثلا، وكانت نتائجه معروفة، ونعتقد من خلال ذلك بأن الوضع لم يصل إلى الاستقرار المرجو. لهذا نريد مزيدا من الاستقرار حتى نستطيع الإجراء انتخابات جادة لمصلحة الشعب الليبي. نعتقد بأن من المهم عقد انتخابات حتى يكون للشعب صوت وكلمة في ذلك، وللسلطات الليبية والشعب الليبي أن يقرروا تاريخ هذه الانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار رؤية الأمم المتحدة والخطة التي تقدم بها مبعوث الأممي في هذا الإطار.
السؤال موجه للوزيرين، وزيري الخارجية المصرية والإيطالية، وهو الاكتشاف الغاز في مصر. مصر ستكون من أهم مراكز الغاز في المنطقة، وأعني بذلك ظهر وغيره من الموارد. وهناك بالطبع دول في الجوار في هذه المنطقة. هل تعتقدون أن يمكن أن يكون لدينا دور هام أيضا على الجانب الآخر من البحر المتوسط لنقل هذه الموارد الخاصة بالغاز إلى أوروبا؟ The cooperation that has existed between Egypt and وشركة إني الإيطالية وأيضا اكتشاف ظهر، وهو اكتشاف هام وعلامة في غاية الأهمية في العلاقات الثنائية بين الدولتين. بالطبع إن هناك وهذا الاكتشاف بالطبع أدى إلى تسارع الخطى نحو مزيد من التعاون بين الدولتين، وهذا يوفر فرصا لمزيد من الاكتشافات أو الاستكشافات في مصر. مصر ليس لديها ما يكفي من الموارد والوسائل لاستكشاف الغاز وحدها، ولكن من منظور التعاون مع شركائها في البحر المتوسط هذا يساعد على بالطبع أن تكون هناك فوائد لجميع الأطراف، وهذا يكون بالطبع في إطار مناقشات وتعاوننا في هذا المجال. هناك مناقشات مع اليونان وإيطاليا وقبرص في هذا الإطار، والهدف من ذلك أن يكون هناك تطوير لهذه الموارد من أجل مصلحة الشعوب في المنطقة، وأن نقدم الأمن في مجال الطاقة للمنطقة وخارجها. وسنواصل جهودنا في تطوير هذه الجهود على المستوى التجاري، ونبني على ما قمنا به حتى الآن مع الأطراف المختلفة المشتركة في ذلك. سؤال لوزير خارجية إيطاليا، ما الذي يمكن أن تقدمه لمصر في دعم جهودها لمواجهة الهجرة غير الشرعية؟ First of all, we are really grateful to Egypt for what Egypt is already doing. نعبر عن تقديرنا لجهود مصر في مواجهة هذه الظاهرة. إن هذه المشكلة وهي الهجرة الغير الشرعية هي مشكلة كبيرة، وهم بالطبع يبحثون عن مستقبل أفضل. ما حدث في كثير من دول العالم في الماضي يشير إلى كثير من التورط في هذا المجال. من المهم أن نقوم بوضع هيكل لهؤلاء الأفراد الذين يبحثون عن مستقبل أفضل في هذه المناطق، ولا أعني بذلك المهاجرين. علينا أن نضع هيكلا لهذه التدفقات، وأن يتم تكون هناك صارت سليمة لذلك، بمعنى أن هناك تدفقات إيجابية. نفكر في المثال الذي نتحدث عنه هنا وهي مصر وإيطاليا. جاء الإيطاليون هنا في الماضي إلى مصر في بداية القرن العشرين وآخر القرن التاسع عشر، وهؤلاء الإيطاليون وأبنائهم والأجيال المتتابعة لازالت تعيش في مصر، وهذا بالطبع
يؤدي إلى زيادة المعارف للمجتمعات أو مجتمعين في دولتين. وبالنسبة للهجرة المصرية إلى إيطاليا كانت أيضا في هيكل إيجابي، وحتى في السنوات الأخيرة ولدينا مجتمع مصري في إيطاليا وقد اندمج في المجتمع الإيطالي ويسهم بصورة كبيرة في التنمية الاقتصادية وفي مجتمعنا الإيطالي. هذا ما نعني. ما الذي يمكن أن نفعله حيال ذلك؟ يمكن أن نعمل سويا في هذا الإطار. أولا نقوم بهيكلة تدفقات الهجرة حتى يكون هناك أثر إيجابي لذلك كما ذكرت منذ قليل. والمسار الثاني هو أن بالطبع نكافح هذه الظاهرة، معنا نعطي معلومات كافية قبل مغادرتهم بلادهم، نقوم بمكافحة الهجرة على مستوى القائمين على تهجير هؤلاء الأشخاص. إنها مسألة معقدة وهي جهود معقدة وعلينا أن نقوم بتفعيلها. قمنا بتفعيلها جزئيا حتى الآن، وحتى الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد يركز بصورة كبيرة ويركز اهتمامه على هذا الموضوع، وهذا واضح من خلال نتائج الاجتماع الأخير للمجلس الأوروبي في يونيو الماضي وتناولوا موضوع التعامل مع تدفقات الهجرة. إن التعاون الوثيق بين مصر وإيطاليا ومع الاتحاد الأوروبي سيؤدي حتما إلى تحسين الوضع. وبالطبع هناك صعوبة في مواجهته، ولكن لا توجد استحالة في مواجهته، ونعتقد أن من خلال التعاون بين جميع الأطراف سنستطيع الوصول إلى حل مثمر في هذا الإطار. Thank you very much. أحمد جمعة from اليوم. مؤتمر روما المقبل حول الأزمة الليبية المرجح عقده في أكتوبر، ما هي أجندة المؤتمر؟ الدعوات التي وجهت إلى الطرف الليبي هل وجهت إلى الأطراف الليبية بصفتها مؤسسات، أي مجلس نواب، مجلس رئاسي، جيش ليبي، مجلس دولة، أم بصفة أقاليم برقة، طرابلس، فزان؟ شكرا جزيلا. If the question concerns the precise address of the invitation, إن كنت تعني بذلك الدعوات، لم نرسل أي دعوات بعد. سنقوم بإرسال الدعوات إلى جميع الأطراف المعنية، ليس فقط الأطراف الفاعلة في ليبيا، ولكن الدول الأخرى المعنية بذلك أو لها مصلحة في ذلك، جميع أصحاب المصلحة. المؤتمر حتى الآن في المرحلة الإعداد الختامية له، وسنقوم بالتشاور مع مصر بصفة خاصة حول هذه الصيغة. وبالنسبة لتاريخ المؤتمر، قد لا يكون سبتمبر وقد لا يكون أكتوبر أو نوفمبر. هذا المؤتمر سيعقد في إطار تيسير لتناول الوضع هناك، ونضم فيها جميع الأطراف في ليبيا وفي منطقة البحر المتوسط لحضور هذا المؤتمر. إذن مشاهدينا تابعنا هذا المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإيطالي إنزو موفيرو ميلانزي. تم ذلك بعد مباحثة ومشاورات بين الطرفين، وصفها وزير الخارجية الإيطالي بأنها جاءت بعد فترة طويلة لم يلتقي فيها الجانبان، ولكنه تحدث عن أهمية هذه المشاورات في هذه اللحظة التي تحتاج فيها دول حوض المتوسط بشكل عام ومصر وإيطاليا بشكل خاص في النقاش والتعاون في نقاط معينة، مثل ضبط الحدود تحديدا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والمخدرات والإتجار بالبشر. ووصف أيضا وزير الخارجية الإيطالي
كافة نقاط البحث بأنها كانت هامة للغاية. جرى هناك حوار خاص حول الوضع في ليبيا والرؤية المصرية والإيطالية باعتبارهما يعني دول فاعلة في هذا الملف، وقال الطرفان المصري والإيطالي أن هناك رؤية موحدة تتمثل في توحيد مؤسسات الدولة، أن يكون الحل ليبي، القيام بإجراء انتخابات تعطي الشرعية للمؤسسات الوطنية الليبية. أيضا تحدث الجانب الإيطالي عن وجود دعوة لعقد مؤتمر يجمع الأطراف الليبية في الخريف القادم، قال إنه ربما يكون في شهر سبتمبر أو أكتوبر، لم يتم تحديد الموعد بعد، لأن بحسب رأي وزير الخارجية الإيطالي فإن يعني مجموعة من المشاورات واللقاءات ينبغي أن تتم أولا تحضيرا لهذه اللقاءات. أيضا تم الحديث عن التعاون المصري الإيطالي في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي في مصر والتعاون مع شركة إيني الإيطالية بشكل خاص. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور سعيد اللاوندي خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام. دكتور سعيد، تقييمك لما جرى التصريح به تحديدا فيما يتعلق بالملف الليبي ودور مصر وإيطاليا في هذا الموضوع؟ يعني تناولت المباحثات بين وزير الخارجية الإيطالي والمسؤولين في مصر قضايا كثيرة جدا، على رأسها تأتي القضية الليبية باعتبار أن ألمانيا كانت يعني المستعمل الأساسي لليبيا في الزمن الغابر. أعتقد أن المباحثات تناولت الشأن الليبي، حلول مطروحة بشكل أو بآخر، اقتراحات تقدم بها الجانب الإيطالي من ناحية أخرى، باعتبار أن مصر دولة حدودية مع ليبيا وقد عانت كثيرا من قضية الإرهاب الذي جاء من ليبيا والذي ضرب واحد الفرافرة، أيضا كانت الأسلحة قادمة من ليبيا، ثم هناك أكثر من 20 مصري ذبحوا في على الساحل الجنوبي في ليبيا. أعتقد أن هذه الأمور جعلت التقريب بين وجهات النظر المصرية من ناحية والإيطالية من ناحية أخرى، باعتبار أن ليبيا تهم البلدين. الشيء الآخر أن يعني تناولت قضايا كثيرة جدا مثل قضايا ليبيا وقضايا اليمن وقضايا يعني عديدة جدا في المنطقة العربية تهتم بها ليبيا بشكل تهتم بها إيطاليا بشكل آخر. لكن دكتور سعيد، يعني كان هناك سؤال من أحد الصحفيين المصريين حول وجود علاقات ليبية إيطالية عفوا مع أطراف ليبية أقوى من علاقتها بأطراف ليبية أخرى، هل هذا صحيح أولا أم لا، وكيف هي الرؤية المصرية إذا ذلك، لأنه التحضير لمؤتمر قادم يجمع الأطراف الليبية ينبغي أن تكون لها رؤية مشتركة بين الطرفين. اتفقت الدولتان مصر من ناحية وإيطاليا من ناحية أخرى على استتباب الأمن في ليبيا، وهذا يقتضي بشكل أو بآخر التعامل مع جهات واحدة. وأعتقد أن مصر توجه كفة معينة تتعلق برجال الجيش وتتعلق برجال الأمن بشكل أو بآخر، كذلك تفعل إيطاليا. أعتقد أن التنسيق بين البلدين مهمة جدا بالشأن الإيطالي باعتبار أن بالشأن الليبي باعتبار أن ليبيا تهم إيطاليا كما تهم مصر. طيب، ما الذي تحتاجه إيطاليا من مصر الآن في قضية ضبط الحدود والهجرة غير الشرعية، لأنها قضية شائكة الآن بالنسبة لأوروبا كلها وبالنسبة لإيطاليا، يعني من أهم هذه الدول التي تعاني من مشكلة الهجرة غير الشرعية، كيف جرى التنسيق وما الذي يمكن أن تقدمه مصر؟ بالفعل الهجرة غير الشرعية تمثل صداعا في رأس إيطاليا، ولذلك أعتقد أن مصر تميل بشكل عام لأن يبقى كل مهاجر في بلده بشكل أو بآخر يساعد في عملية التنمية وعدم النزوح إلى بلاد الشمال. أعتقد أن هذا الموقف متقدم من جانب مصر وترجحه كثيرا إيطاليا، وبالتالي تم التنسيق في هذا بحيث لا يتم هناك ترانزيت في المغرب أو حتى في ليبيا أو حتى في دول معينة، كل هذا مرفوض من جانب مصر. أيا كان الأمر، أعتقد أن التنسيق في هذا الأمر يحتاج إلى كثير من مذكرات التفاهم بين البلدين، وقد تم هذا من خلال اللقاء الذي تم بين وزير الخارجية الإيطالي من ناحية والمسؤولين كبار المسؤولين المصريين من ناحية.
شكرا جزيلا دكتور سعيد اللويندي خبير العلاقات الدولية بجريدة الأهرام. وتنضم إلينا من مقر قصر التحرير حيث انعقد المباحثات بين وزير الخارجية المصري والإيطالي. تنضم إلينا مراسلة أنيل أمل صبري. أمل، يعني وزير الخارجية الإيطالي أكد كثيرا على أهمية هذه المباحثات التي لم تتم منذ فترة. دعينا في صورة ما جرى منذ الصباح الباكر حتى خرج الطرفان بهذا المؤتمر الصحفي. التحية لك ولكل مشاهدي قناة النيل للأخبار. أتحدث إليكم بالفعل من مقر قصر التحرير حيث انتهى منذ لحظات المؤتمر الصحفي الذي جمع بين وزير الخارجية السيد سامح شكري ونظيره الإيطالية الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى. يعني قبل المؤتمر الصحفي عقد الوزيران جلسة مباحثات منفردة جمعت بين الوزيرين فقط، ثم توسعت هذه الجلسة وانضم إليها وفدي البلدين. تم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات في مقدمتها بالطبع العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا. خلال المؤتمر الصحفي أكد الوزيران على عمق وتاريخية العلاقات المصرية الإيطالية على مدار التاريخ والقواسم المشتركة والمصالح المشتركة التي تهم حكومتي وشعبي البلدين. يعني وبالرغم من التحدي الكبير الذي واجه هذه العلاقات في الفترة الأخيرة، إلا أن الدبلوماسية المصرية نجحت في تجاوز هذه الأزمة، وأكبر دليل على ذلك هي زيارة وزير الخارجية الإيطالية إلى القاهرة اليوم بعد توقف أو بعد فترة طويلة، يمكن كانت آخر زيارة في عام 2015. أيضا تم تناول العديد من الموضوعات من بينها الهجرة غير الشرعية. وزير خارجية إيطاليا أثنى على المجهودات المصرية في التعامل في بشأن هذه القضية. أيضا الأزمة الليبية كانت ضمن أولويات المباحثات بين الوزيرين نظرا لاهتمام كل من مصر وإيطاليا بهذه القضية لما لها من تأثيرات سلبية على البلدين. طيب أمل، يعني جدول أعمال وزير الخارجية الإيطالي ماذا يشمل أيضا، ومتى تنتهي زيارته للقاهرة؟ وزير الخارجية الإيطالي وصل مصر مساء أمس، كان في استقبال عدد من المسؤولين الكبار في مصر، ومنذ الصباح الباكر قام استقبله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم بعد ذلك جاء لمقر وزارة الخارجية أو قصر التحرير، وعقب ذلك من المقرر أن يقوم بعدد من الزيارات من بينها المتحف المصري، أيضا المستشفى الإيطالي وغيرها من الأماكن المهمة في مصر. شكرا جزيلا لك أمل صبري من قصر التحرير مقر وزارة الخارجية، شكرا لك على هذه المتابعة. ومشاهدينا مستمرون معكم في متابعاتنا الإخبارية بعد الفاصل، متابعة اقتصادية مفصلة، إلى اللقاء.